بالنسبه للاجواء ديال الافطار هنا في اكادير كما كتشوفوا دائما فيها جو حميمي بزاف بين الاسر المغربيه اللي كيخرجوا من مورا الفطور وكيجيو لهنا، كيجيو قبل الفطور كيفطروا هنايا في شاطئ مدينه اكادير. كما كتشوفوا باللي على طول الشاطئ كاينين الناس بكل حميميه وحب كيفطروا هنايا، وكيكونوا اجواء جد جد رائعه، وهذا الشيء اللي كيميز مدينه اكادير. اولا كي بوستا بونس تارديس تو دو ماروكو بونس تارديس خين دي كيستلنا كي اكادير. Aquí me parece muy bien, aquí tienen una buena marea, buen tiempo, todo el mundo está aquí haciendo ayuno de Ramadán, me parece bien y encantado por estar aquí en Agadir hoy con esa gente que están aquí al lado mío, con los amigos. كل متحمس باش يتواجد في هذا الشاطئ، الغرض ماشي باش يفطروا ولا باش ياكلوا، الغرض هو نبدلوا داك الروتين ديالنا، نخرجوا من داك الروتين ديال البيت، من داك الروتين ديال الدار وقاع الدار كي تنقولوا. والاجواء الحمد لله كي كتشوفوا كلها اجواء زوينه، فيه ناس محترمين، ناس عائلات بوليداتهم ازواج ديالهم الاصدقاء كيف حنايا، يعني هاد الاجواء مرحب بها بزاف بزاف. وغير حاجه وحده اللي تنتمنى مع هاد الناس انهم بلي يدوزوا واحد اللحظه زوينه ويفطروا على خاطرهم، يفطروا مع العائله ديالهم والاصدقاء ديالهم، يعني يحاولوا يديروا واحد الحاجه، واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، واحد الحاجه اللي هي كتقيسنا النظافه، يعني ننظفوا البلاصه ديالنا، يعني كيف كنديروا في البيت ديالنا بلي طبعا كنفطروا ولا كنحطوا الماعن ديالنا وكنستعملوا اي حاجه وكناكلوا، راه ما تنرميوش الازبال في الارض ولا كنخليهم في الطبله تما، راه تنظفوا. داكشي اللي كنطلب من الناس حتى هما، يعني اللي كلف شي بلاصه ينظفها. وكما شفتوا راه درنا واحد الحمله ديال التوعيه والتحسيس باهميه النظافه ومحاربه الهدر البيئي هنا بشاطئ مدينه اكادير، وزعنا بعض الاكياس البلاستيكيه للناس كمجرد يعني فكره باش نوصلوا هذه الرساله، باش الا فطرتي هز داكشي ديالك، ما تخليش، راه كاين واحد المشقه كبيره كيعانيوا منها عمال النظافه في مدينه اكادير، ما يمكنش يعني يقوموا بهذا يعني بهذه المسؤوليه بوحدهم، لانها مسؤوليه مشتركه في نظري انا. وكنتمنى حتى من مصالح المجلس البلدي المعنيه بالنظافه باش تحاول يعني مواكبه لهذا التدفق الكبير ديال الناس اللي كيجيو يفطروا في البحر، يكونوا حاويات ديال الازبال بكثره، اذا كانوا جوج يكونوا ثلاثه، اذا كانوا ثلاثه يكونوا اربعه، لان الاعداد مضاعفه ديال الناس اللي كتهبط هنا للبحر في وقت الافطار.